أهلا بكم إلى حلقة جديدة من زوايا الحدث، نخصصها للحديث عن معاناة الطلبة اليمنيين المبتعثين في الخارج نتيجة تأخر وعدم صرف مستحقاتهم المالية وغياب المعالجات الحكومية. طالب الطلاب اليمنيون في مصر وعدد من دول الابتعاث طالبوا الحكومة بصرف مستحقاتهم المالية للعام الجاري والأعوام الماضية، وقال بيان صادر عن الطلاب أن معاناتهم وصلت أقصى حد بسبب تأخر وصول المستحقات، بما انعكس بصورة كبيرة على وضعهم في مصر وباقي دول الابتعاث. هذا وأفرجت الشرطة الروسية عن طالبين يمنيين كانت قد اعتقلتهما في موسكو بطلب من السفير اليمني هناك في روسيا أحمد الوحيشي بسبب مطالبتهم بمستحقاتهم. في هذه الحلقة نقف عند هذا الموضوع لنناقشه في محورين: إلى متى تستمر معاناة الطلاب المبتعثين في الخارج؟ ولماذا لا تضع الحكومة ممثلة بوزارتي التعليم العالي والخارجية حل لمستحقاتهم المالية؟ ذهبوا للدراسة بغرض العودة بمؤهلات عليا تستفيد منها بلدانهم، لكنهم زجوا في السجون البعيدة ليس لجرم اقترفوه أو تجاوز ارتكبوه، بل لمجرد أنهم يطالبون بمستحقاتهم المالية. هذا ما تلخصه الصورة لطلاب اليمن المبتعثين في الخارج كل يوم. منذ قرابة 3 أعوام ولا يزال طلاب اليمن في الخارج يطالبون بصرف مخصصاتهم المالية التي تتأخر باستمرار أمام ترحيل حكومي لجميع المشكلات التي تمس مستقبل الطلاب وصمت ممثل بوزارتي التعليم والمالية تجاه استمرار المعاناة الدائمة. ترك البعض دراستهم وعادوا إلى البلاد، بينما ذهب آخرون لممارسة أعمال لا تتناسب مع طبيعة تخصصاتهم ومراكزهم العلمية من أجل توفير الرسوم الدراسية حتى لا تتوقف دراستهم. السفارات والدوائر الدبلوماسية في الخارج بدلاً من أن تستمع لمطالبهم وترفعها إلى الحكومة وتضغط من أجل سرعة صرف المستحقات همشت مطالبهم كما يقول الطلاب، بل وطلب بعض السفراء من الشرطة والأمن اعتقالهم. فصل دراسي جديد يتطلب رسوما جديدة وتهديد بالفصل من الجامعات إذا لم يتم تسديد الرسوم الدراسية، فلا يكاد يخرج الطالب من معاناة واحدة لينتقل إلى أخرى أشد قتامة، وهي دائرة لم يخرج منها الطلاب منذ أعوام. بسم الله الرحمن الرحيم. بيان صادر عن الطلاب اليمنيين. من وقت إلى آخر ينفذ الطلاب وقفات احتجاجية واعتصامات ويضطرون للبقاء في مباني السفارات علهم يلقون استجابة لمطالبهم، لكن دون أي شيء. وضع معيشي صعب ومستقبل على المحك، هكذا يعيش الطلاب يومياتهم وهكذا هي أحوالهم في بلدان الابتعاث. من العاصمة الروسية موسكو ينضم إلينا الطالب يوسف مرعي، وهو أحد الطلاب الذين تم اعتقالهم من قبل الأمن هناك. أهلا بك يوسف. أهلا بك أخي العزيز، شكرا لك وشكرا لقناة بلقيس صوت كل اليمنيين. رسالة عبر قناتكم الموقعة، رسالة شكر لكل من تضامن معنا من الناشطين ومن الطلاب، رسالة شكر للحركة الطلابية. الطلاب دائما هم مش على التغيير ونواة المستقبل. طيب يوسف، ما هي أسباب احتجازكم من قبل الأمن الروسي ومن يتحمل مسؤولية الاحتجاز لك أنت ورفاقك في السفارة من السفارة تم احتجازكم؟ طبعا يمكن القول أن الاحتجاجات الطلابية بدأت منذ ما على ما يزيد من أربع سنوات، والطلاب يعانون معاناة مستمرة، والحكومة للأسف الشديد لم تضع آلية معينة لصرف وانتظام المستحقات المالية وصرفها في وقتها المحدد وإرسال الرسوم الدراسية. يعني أصبح القول أنه في المستقبل ممكن يكون لدى الطالب اليمني المبتعث شهادة عليا تحت مسمى ماجستير احتجاجات طلابية. طبعا يوم أمس حضر الطلاب اليمنيين أو بالأحرى رؤساء الروابط الطلابية من مختلف المدن الروسية وقطعوا مسافة طويلة تزيد عن 25 ساعة في القطار للقاء مع مدير عام البعثات والسفير، بموجب إعلان أنزلته صفحة الملحقية الثقافية على صفحتها في الفيسبوك. تواصل أمس رؤساء الروابط الطلابية، تفاجأنا
أن السفير أغلق السفارة رغم أنه كان هناك دعوة رسمية. تفاجأنا أن السفير عمل لنا فخ بالأصح ورسولنا وأغلق أبواب السفارة. طبعا برد درجة الحرارة سالب واحد تحت الصفر. السفير أيضا استدعى الشرطة وأخبرهم أننا نشكل خطر على حياتي، كتبت ذلك بتوضيح على صفحتي في الفيسبوك وسأعيده هنا. وعلى إثر ذلك اعتقلتنا قوات الأمن الخاصة الروسية. عند اعتقالنا أخبرتنا الشرطة أنها أبلغت أيضا سلطات روسية عليا بأنها لم تلقى القبض علينا إلا بناء على طلب من السفير. كذلك عندما اعتقلتنا الشرطة واحتجزتنا أبلغتنا أنها بطلب من السفير نزلوا لاعتقالنا. كذلك عندما أظهرت إعلان الملحقية الثقافية وكان عندي ورقة مترجمة للإعلان من اللغة العربية إلى اللغة الروسية، عندما قرأت الشرطة الروسية أن هناك إعلان رسمي تفاجأوا، يعني كيف السفير يدعوكم أو السفارة تدعوكم بإعلان رسمي ثم يطلبوا منا اعتقالكم. شرحنا لهم الحالة الإنسانية التي يمر بها الطلاب في الخارج ومعاناة اليمنيين بشكل عام، وأننا على ما يزيد من 7 أشهر يعني نعيش مستحقات انقطاع المستحقات المالية وعجزنا عن دفع الرسوم الدراسية. المهم أن التهمة التي وجهها لنا السفير أننا نشكل خطر على حياته. طبعا التهمة طيب وبناء فقط على توضيحكم للأمن الروسي تم الإفراج عنكم أم حصل تدخل من أي من الجهات الحكومية أو حتى من قبل السفارة؟ أعتقد سأكمل كل هذه النقاط أخي العزيز. طبعا كيفت التهمة وفقا للمادة 205 من قانون العقوبات الروسية. هذه المادة معنونة في إطار ما يسمى الأعمال الإرهابية. طبعا هذه تهمة خطيرة في هذا البلد. طبعا أنا وزميلي الأخ واس شريف رفضنا هذه التهمة جملة وتفصيلا. أيضا ما هذا ما يعني أن التهمة سترسل إلى محكمة موسكو، والإجراءات المترتبة على هذه التهمة غرامة مالية كبيرة إضافة إلى السجن قد يصل إلى 12 إلى 15 عاما. صراحة بالأمس السفير كذب، وكما عود الطلاب اليمنيين دائما في روسيا على الكذب. أنه شاهدتنا أمس من خلال قراءتي بعض الردود أن السفير كان يرد بعض رسائل اليمنيين الذين راسلوه على الواتساب أنه تكللت جهودنا بإفراج عن الطلاب. طبعا احنا خرجنا بضمانة مالية، الشرطة الروسية كانت متفهمة لوضعنا عندما شرحنا لهم وأعطيناهم الورقة مترجمة ورقة إعلان الملحقية للحضور إلى مبنى السفارة والاجتماع بمدير عام البعثات والسفير. خرجنا في عند ما يقارب الساعة 3 فجرا. طبعا الآن الطلاب اليمنيين ورؤساء الروابط الطلابية من مختلف المدن الروسية الآن سقفنا لم يعد مستحقات مالية بقدر ما هو المطالبة بتشكيل لجنة تحقيق من قبل رئيس الحكومة الأستاذ الدكتور معين عبد الملك وإرسالها للنظر في كافة المخالفات التي يقوم بها السفير. هناك مخالفات كثيرة يعني ومخالفات كثيرة. طبعا هناك كثير من البيانات الرابطة كلها موجودة في صفحة الرابطة عن أداء السفير. وهناك قصور مثلا ما يقارب عند منذ أن وصل السفير الوحيشي. طبعا كان هناك احتجاجات طلابية للحركة الطلابية في موسكو. وصل السفير وقرر اللقاء بقيادة الرابطة، التقينا بالسفير قال خلاص نحن سنعقد صفحة جديدة. وبعد 10 أيام من هذا الاتفاق نكث بهذا الاتفاق وأغلق أبواب السفارة أمام الطلبة المطالبين طيب بمستحقاتهم. وحدث ما حدث. طيب سأعود لك يوسف ونشرك معنا بالنقاش من ماليزيا المتحدث باسم هيئة اتحاد طلاب اليمن في الخارج معاذ الصوفي. أهلا بك معاذ. أهلا وسهلا فيك وبضيفك الكريم وبالسادة المشاهدين. ربما السؤال الأبرز في أزمة الطلاب، ما هي أسباب تأخر استلام مستحقات الطلاب المالية في دول الابتعاث؟ أولا أحب أعلن تضامني باسم الطلاب اليمنيين في الخارج، نتضامن مع الطالبين يوسف مرعي وواس الشريف الذين تم اعتقالهم أمس في روسيا،
وندين هذا التصرف الغير مسؤول من قبل السفير الوحيشي، كما أننا أيضا نستغرب ونرفض التصرف الركيك الذي صدر من رئيس الوزراء الدكتور معين عبد الملك فيما يخص وضع الطلاب في روسيا. كنا نتوقع منه موقف أكبر، إنه يوجه بتوقيف السفير على الأقل، ويكلف شخص من وزارة الخارجية بأنه ينظر في القضية. وأيضا موقف برضو يعني لم نسمع أي صوت من وزير الخارجية، وكنا نؤمل منه موقف جاد تجاه هذا تجاه هذه الإهانة اللي حصلت لزملائنا في روسيا. بالنسبة لسؤالك أخي العزيز، أسباب تأخر المستحقات طبعا أسباب مجهولة لحد الآن، لا يوجد أي مبررات لتأخر صرف المستحقات. ميزانية وزارة التعليم العالي تم إقرارها واعتمادها، وهي جاهزة، ويفترض أن الصرف يكون منتظم في كل ربع. يعني نحن الآن الأرباع المتأخرة، الربع الثاني والثالث والربع الرابع، يعني ثلاثة أربع، يعني شارفنا نحن الآن في شهر 10 داخلين على شهر 11 من نهاية سنة 2019 ولم نستلم مستحقات أبريل 2019. يعني أنا أعتقد بنظري أنه هناك تأخر متعمد لمستحقات الطلاب لسبب معين، أنه إرادة في مراكمة ومفاقمة أوضاع الطلاب اليمنيين في الخارج، لاستهلاك جهود الطلاب اليمنيين في الخارج في وقفات احتجاجية وحملات إعلامية واعتصامات. والسبب الآخر أنه عندما تتراكم مشاكل مثلا في روسيا أو في ماليزيا أو في مصر، يتم تشكيل لجان من قبل وزارة التعليم العالي للسفر إلى الدول للنظر في المشاكل وعمل حلول لها. وأنت تعرف والجميع يعرف أنه عندما تشكل لجنة وتسافر، أنه هناك بدل سفر وهناك بدل صرف وبدل إقامة ونثريات ومن هذا القبيل. لكن فيما يخص برنامج الحكومة بميزانية الطلاب اليمنيين في الخارج، ميزانية معتمدة والمبالغ المالية موجودة في البنك، ويجب أنها تنتظم وتصرف بشكل سلس وتلقائي ومنتظم. نحن في الهيئة التأسيسية من أكثر من 4 أعوام ونحن نطالب بشيئين أساسيين. الشيء الأول اللي هو انتظام صرف مستحقات الطلاب اليمنيين في الخارج، كي لا يضطر الطلاب إلى أنهم يفصلوا، إلى أنهم يعانوا، إلى أنهم يؤخروا مواد من موادهم الدراسية. الشيء الآخر والأهم اللي هو أصبح الآن يعني طيب قبل أن نتحدث بالتفصيل طيب معاذ قبل أن نتحدث بالتفصيل عن الآثار المترتبة على تأخر المستحقات، هل هناك تلمسون أنتم أي وجود لتجاوب من قبل الحكومة لوضع حلول فيما يخص مسألة تأخير المستحقات غير تشكيل اللجان؟ لا يوجد أي تجاوب، هو يعني وعود. يعني أعتقد أنه عرضنا على صفحات الطلاب اليمنيين في الخارج وعلى صفحاتنا الوعود المتكررة اللي كانت من قبل المسؤولين، وعود متكررة وأخلفت من قبل وزير التعليم العالي، وعود متكررة وأخلفت من قبل نائب وزير التعليم العالي، وعود متكررة من قبل وكيل قطاع البعثات. يعني كلما كان هناك احتجاج من الطلاب تخرج الوزارة بوعود وتخلفها بنفس الوقت، وعود وتخلفها بنفس الوقت. طيب. طبعا بس إضافة إلى كلام السابق، إنه الشيء الأساسي الثاني الذي نطالب فيه هو نشر كشوفات مستحقات الطلاب اليمنيين في الخارج. في السابق كانت في كل ربع الكشوفات تنشر على مواقع الملحقية الثقافية بشكل شفاف، ليعرف الناس من الطلاب الجدد الذين تم إضافتهم وهل هم مستحقين أو غير مستحقين. لكن خلال هذه الأربع سنوات لم يتم نشر أي كشوفات، وهذا يفتح باب كثير. يعني عدم وجود شفافية معناه فتح باب كثير وملفات كثيرة من الفساد. طيب أعود ليوسف. يوسف، الآن بعد أن تم الإفراج عنكم، هل هو إفراج نهائي وهل هناك أي تهديدات تنتظركم سواء على المستوى الأكاديمي أو الشخصي ربما قد تؤثر عليكم؟
طبعا لا زالت القضية مفتوحة لم تغلق، أخذوا أرقام تليفوناتنا، أخذوا يعني أماكن إقامة، عناوين إقامتنا في روسيا أي ندرس، وبالتالي لا نعلم ما الذي سيحدث مستقبلا. القضية لا زالت مفتوحة، إضافة إلى أن اليوم تجمع رؤساء الروابط على أمل أيضا اللقاء مجددا بمدير عام البعثات والسفير. تواصل مدير عام البعثات مع الأخ رئيس رابطة الطلبة اليمنيين في روسيا الأخ ردفان الماس، وقال له بالحرف الواحد: يا ردفان، أريد أن أجتمع بكم كممثلين للروابط الطلابية. قال له الأخ ردفان: على الرحب والسعة، افتحوا السفارة وسنجتمع. قال: سنجتمع في مكان آخر، ممكن أن نستأجر قاعة في مكان آخر. رد عليه رئيس الرابطة قال: لماذا حكومة الجمهورية اليمنية تدفع ما يقارب $1,000,000 إيجار سنوي لمبنى السفارة اليمنية؟ أليس الأحرى بنا أن نجتمع في مبنى سفارتنا؟ أليست هذه أرض يمنية؟ لا نعرف ما الذي سيحدث مستقبلا، كل الاحتمالات مفتوحة، إضافة إلى أن ما هي تخوفات السفير وموظفي السفارة ومدير البعثات من أن يكون الاجتماع داخل السفارة؟ هل لديكم نية ربما وهم لديهم تخوف من هذه أن يتم الاعتصام والبقاء داخل السفارة؟ ما هي تخوفاتهم؟ لماذا يرفضون؟ طبعا أعتقد ليس هناك أي طالب يرى أن يعتصم، طبعا طالما ستصرف المستحقات وتوجد هناك آلية لصرف المستحقات. نحن طلبة مشغولون بالدراسة وبالتحصيل العلمي، ما الذي سنجنيه مثلا من الاعتصامات؟ يعني طبعا إذا الحكومة أعلنت أنها أرسلت ربع واحد، طبعا الاحتياجات ستستمر طالما لم يتم التعزيز بالربع الثالث والرابع. الآن شارفنا على موعد سلام الربع الأول، إضافة إلى أنه هناك رسوم دراسية لسنتين، يعني هناك طلاب مهددين بالفصل، خصوصا طلاب الذين يدرسون الطب في روسيا. كانت الجامعات الروسية تتعاون في السابق مع الطلبة اليمنيين الذين يحصلون على أوراق ضمانة من السفارة من الملحقية الثقافية أنها سترسل الرسوم الدراسية في الوقت المحدد بتاريخ كذا، لكن اكتشفت الجامعات أن الرسوم تتأخر أكثر من اللازم، أصبحت ترمي الأوراق التي تعطى من السفارة، يقولون بالحرف الواحد يعني سفارة بلادكم تكذب عليكم، هذا الذي يقوله. شكرا جزيلا لك يوسف مرعي، أحد الطلاب الذين تم اعتقالهم من قبل الأمن الروسي، كنت معنا من موسكو، شكرا لك. وأعود لمعاذ الصوفي. معاذ، ما هي الآثار المترتبة على الطالب أكاديميا ونفسيا بسبب تأخير تحويل المستحقات المالية والرسوم؟ الآثار المترتبة كبيرة جدا، وقد حصلت في السابق حالة انتحار لطلاب، وطلاب تم إيقافهم من الدراسة وتم تحرير مذكرات فصل لهم. هذا بالإضافة إلى أنه يعني كما ذكر الأخ يوسف أنه سمعة الطالب اليمني أمام الجامعات العالمية أصبحت يعني هشة. كثير من الرسائل وكثير من إنذارات الفصل: إذا لم تدفعوا الرسوم سيكون هناك فصل. كثير من هذه من 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 هذه الصورة التي عكست أمام الجامعات العالمية، بالإضافة إلى الطلاب أصحاب العوائل. طلاب الدراسة العليا يعني يعانون الأمرين، طلابهم في مدارس لا يستطيعون توفير نفقاتهم الدراسية ولا نفقات أولادهم الدراسية. الكثير من الطلاب يؤجلون مواد، يعني بدل ما يفترض أنه أنا أخذ 11 مادة أنا مش قادر أروح طول الأسبوع الجامعة، فأخذ على 3 مواد، وهذا يؤثر على أنه يتأخر عدد السنين اللي يتخرج فيها. وفي نفس الوقت تأتي وزارة التعليم العالي بعد 4 سنوات تقطع عليه، يعني ما فيش، لا يوجد أي ترتيب لأوضاع الطلاب اليمنيين في الخارج. بالإضافة إلى تذاكر الخريجين الذين أكملوا دراساتهم ويرغبون بالعودة للعمل، أطباء، مهندسين، أكاديميين، دكاترة جامعات يرغبون بالعودة إلى أداء واجبهم الوطني، لكنهم غير قادرين على الحصول على تذاكر السفر. وهذه المشكلة قد كانت حلت، يعني قد كانت حلت أنه كان في هناك توجيه أيام ما كان الدكتور عبد الملك المخلافي رئيس لجنة الصرف، كان هناك تنسيق مع مركز الملك سلمان للإغاثة بأنه سيكون هناك تذاكر عودة للخريجين،
لكن اختفى الملف وانتهت القضية تماماً، ولا يوجد أي بوادر لحلول هذا الملف، بالإضافة إلى طلاب الاستمرارية، الطلاب المتفوقين. هناك طلاب متفوقين على جامعاتهم، ومن حقهم أنهم يحصلوا على استمرارية لمواصلة الدراسة العليا، لكن الملفات مركونة، ويتم ابتعاث طلاب جدد يعني خارج المعايير، لا توجد معايير واضحة الآن. يعني نحن أيضا نطالب وزارة التعليم العالي بعمل آلية واضحة للابتعاث، آلية واضحة وشفافة وتنشر على موقع وزارة التعليم العالي، بحيث أنه يكون المعايير هي 1 2 3، المعدل الدراسي كذا، العمر كذا، السن كذا، وعلى هذا الأساس الطلاب يكون في هناك تكافؤ للفرص. أنا الشخص الذي يرى أنه ينطبق عليه هذه المعايير يقدم ملفه ويحصل على الفرصة، لكن ما يحصل هو عبارة عن توجيهات من المسؤولين وتوجيهات من المسؤولين في الدولة. شكرا جزيلا. أريد طيب لديك نقطة أخيرة، تفضل معاذ. لدي نقطة أخيرة أتكلم فيها عن موقف وزارة الخارجية والسفراء الموجودين. طبعا الموقف السفراء اليمنيين في كل دول العالم معيب للغاية، ليس فقط سفير الوحيشي. السفير الوحيشي هو أسوأ المواقف، ونطالب بإقالته، يعني بشكل إقالته نهائيا. بينما رسالة أوجهها لبقية السفراء في دول الابتعاث، ما هو موقفهم؟ ما أولا لم نرى منهم أي موقف إدانة لما يحدث للطلاب اليمنيين من قبل السفير في روسيا، ولا موقف وزارة الخارجية أيضا، ولا يعني كان يفترض أن السفراء يعملوا على تسهيل الأوضاع للطلاب اليمنيين في الخارج. شكرا جزيلا لك معاذ، لم يعد لدينا الكثير من الوقت، شكرا جزيلا. يقول إنه 20% من الطلاب شكرا جزيلا لك تحت خط الفقر. طيب فقط ما تبقى من الوقت نتيح فيه فرصة للتعرف على مشاكل الطلاب في مصر. ينضم إلينا من هناك من القاهرة غسان البوذيجي. أهلا بك غسان. أهلا أخي سامي، وشكرا لكم وشكرا لقناة بلقيس. غسان، مؤخرا كان لديكم وقفة احتجاجية، كيف هو وضع الطلاب في مصر، وهل هناك أي استجابة من السفارة للمطالب التي ترفعونها، وتعاون معهم وتفاعل من قبلهم؟ نعم، كل يوم تقريبا في هناك حراك، خاصة بالنسبة لطلاب مصر، هم أكثر الطلاب المبتعثين في الخارج، ومشاكلهم كثيرة، منها طبعا اللي هي مشكلة عامة هي الرسوم والأربعة اللي نجلس نغني عليها كل هذا أشهر، غير تذاكر الخريجين، غير الرسوم المتأخرة. طبعا امس كان معنا وقفه احتجاجيه، واتوا الشباب مشكورين من جميع المحافظات في مصر، من اسيوط ومن اسكندريه ومن اسماعيليه ومن المنصوره. طبعا في ظل اثناء تواجد اللجنه اللي ارسلت بشان الخمسه طلاب تقريبا، اللي هي حق عشان موضوع استبدال منح اوائل الجمهوريه بالخمسه طلاب من ابناء الدبلوماسيين. طبعا هناك ضغط من الطلاب، وخاصة في مصر يعني الموقف حساس شوية، فمباشرة بعد الوقفة قالوا انه في الربع وصل ومش عارف ايش، بس هو تقريبا انه مسكنات، انا اعتقد انه مسكنات، وعلى اساس برضه كمان ابلغونا انه الامن ممكن يجي لكم ومش عارف ايش الكلام من هذا، يعني نوع من انواع الترهيب. طيب شكرا جزيلا لك شكرا لك غسان بدي، شكرا جزيلا لك طالب في القاهرة، شكرا جزيلا لك. أيضا وصلنا لختام هذه الحلقة من زوايا الحدث، وكانت مخصصة لمتابعة آخر مستجدات قضية الطلبة المبتعثين في الخارج. في الختام تحية طاقم البرنامج ومنتج حلقة اليوم الزميل محمد عبد المغني، في أمان الله.